علي معلول تحديدا، واللي كان كتب امبارح على حسابه الشخصي كده على فيسبوك، هو قال عن الموسم، كان بيتكلم يعني عن الموسم، قال موسم تاريخي اخر للنادي الاهلي العظيم، بدانا الموسم بالكثير من الطموحات ونجحنا بالفعل في تحقيقها كلها، والجميع كانوا على قدر المسؤوليه والجميع بذل اقصى ما لديه من اجل التتويج بالبطولات واسعاد جماهير النادي الاهلي العظيمه. موسم لا ينسى لنادي وجماهير، وامل دايما اننا نحقق تلك الانجازات مره اخرى في الموسم الجديد. طبعا كل اللعيبه زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي هم بيقضوا اجازتهم، لكن زي ما علي معلول ختم كلامه انا هقول ان فعلا الموسم القادم موسم هيكون صعب جدا، ان انت تاني لما بتكون خارج من موسم محترم بهذا الشكل فعلا بتكون انك تقدم حاجه اقل، ولو مثلا في مباراه واحده يبقى نتيجه مش حلوه او بطوله تروح منك بعد ما حصلت على كم البطولات الحاليه، فكريم لا هتبقى تشالنج كبيره.